النهارده في تفاصيل تخص النادي الاهلي واخر اخبار النادي الاهلي والشكل الفني اللي ممكن يلعب بيه النادي الاهلي، ولكن نخلص اخبارنا الاول. والخبر اللي جاي ده خبر مهم جدا من داخل اللجنه الفنيه بالنادي الاهلي، في تحفظ على القياده الفنيه لموسيماني في مونديال كاس العالم. الحقيقه انه مش بس في مونديال كاس العالم، على مدار الفترات اللي فاتت لو انت جيت مسكت موسيماني ورقه وقلم، الراجل تجربته ناجحه جدا حتى الان. تقدرش تقول انه كان لازم يكسب مثلا بايرن ميونخ، وما تقدرش تقول انه فاشل لان الراجل محقق بطوله افريقيا، محقق بطوله كاس مصر، الدوري كان كده كده خلصان. فورقه وقلم ما تقدرش تقول ان موسيماني عنده مشكله، ولكن مشكله موسيماني سواء مع لجنه التخطيط او تحفظ، عشان التعبير يبقى ادق، التحفظ اللي على موسيماني من قبل لجنه التخطيط ومن قبل قطاع كبير من جماهير النادي الاهلي هو على حاجتين بشكل محدد. الحاجه الاولانيه تغييرات موسيماني وتشكيلات موسيماني، الحاجه الثانيه هي بعض اللعيبه اللي كانت في مستوى جيد جدا يبان تولي موسيماني لمسؤوليته على راس القياده الفنيه لنادي الاهلي، وفجاه المستوى ده بيضرب غطس وما تلاقيهمش موجودين. يعني قفشه مش ده قفشه في بدايه تولي موسيماني المسؤوليه. بتتكلم عن محمد شريف، محدش فاهم. محمد شريف كان جاي هداف الجولات الاولى من بطوله الدوري مع الجونه، جه مع الاهلي سجل وهدف، فجاه بيقعد. تمام، سوري انا اسف، مع امبي السنه اللي فاتت، السنه دي جه اشتغل كويس جدا وكان ماشي زي الفل، رحت مقعده. بواليا كان هداف الجولات الاولى مع الجونه، المفروض كنت تدخله واحده واحده، لا رحت مبديه من الاول، الدنيا مش ماشيه معاه، رحت مقعده. فانت بتخسره نفسيا انه كده بيحس الضغوط عليه اكتر. ففي شويه حاجات بيعملها موسيماني مخليه في تحفظ عند قطاع كبير من جمهور الاهلي وعند لجنه التخطيط. التحفظ ده مش هيرتقي لغضب او مش هيرتقي لقرارات اخرى الا لو صاحب ده سوء في النتائج، لكن طول ما النتائج شغاله وبتخدم موسيماني هيظل التحفظ موجود، لكن محدش هيقدر يلومه زي محدش قادر يلومه دلوقتي، لان هو على مستوى النتائج ما عندوش مشكله، ما اخفقش في حاجه، لم يفشل في حاجه ولا في مهمه ولا في بطوله، فتقدر تقول لا انت كده يا موسيماني فشلت فنستبعدك. ولكن على موسيماني انه يفطن الى ان في بعض التفاصيل اللي اعتقد لو فضلت مستمره بنفس الطريقه وبنفس الشكل ممكن يكون ليها اثر سلبي على موسيماني، وتخلي موقعه على راس القياده الفنيه للنادي الاهلي على المحك. الخبر اللي جاي بقى ده خبر مهم جدا 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 جدا. الاهلي بيوجه انذار لكهربا بسبب الازمات المتكرره. النادي الاهلي عنده حق في ده تاكيد وبدون اي فصال، وقولا واحدا عنده كل الحق. لما تيجي تشوف كهربا من ساعه لما جه النادي الاهلي هتلاقي مشكله السوبر بين الاهلي والزمالك، هتلاقي مشكلته مع مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ ومع كابتن الفرقه محمد الشناوي اللي على اثرها تم تغريم كهربا اعلى عقوبه في تاريخ النادي الاهلي كانت 1,000,000 جنيه. هتلاقي مشكله كهربا مع كابتن محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه التي كانت تدير الاتحاد المصري لكره القدم في هذا الوقت في هذا التوقيت. هتلاقي مشكله كهربا الاخيره وعدم التزامه بالاجراءات الاحترازيه واستبعاده من لقاء اليوم امام بالميرس. فالنادي الاهلي عنده حق، اداره النادي الاهلي عندها حق في توجيه انذار ولوم لكهربا، بالتاكيد عندها حق. نصيحه بقى ونهمس في اذن محمود عبد المنعم كهربا، انت لعيب كبير عندك مقاومات كبيره جدا، ولكن محتاج شغل على شخصيتك قولا واحدا، وده حبا فيك وتقديرا لامكانياتك اللي المفروض تفيد بيها النادي الاهلي وتفيد بيها منتخب مصر. لما ركزت السنه دي في بعض من الوقت بقيت هداف الفرقه، بقيت هداف الاهلي، بقيت متفوق ومتالق، بتسجل هدف كل يوم. لما تيجي تبص يا كهربا للمشاكل اللي انا قلتها، للوقائع اللي انا قلتها في اقل من سنه تحديدا بالظبط، لان لقاء السوبر بين الاهلي والزمالك كان في شهر 2 السنه اللي فاتت، في سنه واحده ده كتير قوي. انت عندك امكانيات كبيره وموجود في نادي كبير جدا، لازم تتحلى وشخصيتك تتحلى بشخصيه النادي اللي انت موجود فيه، اللي هو لا يقبل التهاون، لا يقبل الخروج على النص، لا يقبل عدم التركيز. فلازم شخصيتك ترتقي إلى شخصية النادي الأهلي اللي على مدار تاريخه مفيش أي لعيب خرج على النص وفضل مكانه موجود،
لا مكانه بيبقى بره النادي الاهلي، دي نقطه. النقطه الثانيه ان كهربا انت عندك تكاد تكون فرصه اخيره في التواجد في نادي كبير. الفرصه دي مش هتتكرر تاني، مش هتتكرر تاني. ومش بس موجود في نادي كبير تقدر تحقق معاه بطولات ويكون بوابتك لان انت تكون موجود بشكل اساسي في منتخب مصر ويكون بوابتك ان انت تعمل تاريخ كبير، لا ده كمان انت وراك دعم وظهير جماهيري كبير جدا. لو ما استغلتوش بالايجاب الظهير الجماهيري ده والدعم الجماهيري ده ممكن يتحول عليك، لانك هتبقى اخدت فرص كتيره جدا، اخدت مساحات كبيره جدا من التأييد ومن الدعم، وما قدمتش في الملعب المقابل، ما قدمتش في الملعب الاستمراريه. ودي اهم حاجه تخصك او تخص اي لعيب كوره، ان يبقى في استمراريه، مش جونين ثلاثه وخلاص، ابقى بقدم مع فرقتي وببذل مع فرقتي المجهود اللي يخليني طول الوقت بحقق معاهم بطولات. فركز يا كهربا، لان الفرصه اللي انت موجود فيها دي ممكن ما تجيش مره تانية. ودي نصيحه حبا فيك وتقديرا لامكانياتك. ماشي.